في عناوين النشرة: بشري تحت العناية المركزة ووزير الصحة يتفقد طارحا العزل. هذا الرقم ما بيخوف إذا كنا عم نشتغل صح، ولو هو عم نضيع نحن هاي السلسلة كان الموضوع تداعياته أخطر. 11 مغتربا لبنانيا مصابون بالكورونا في مقابل مئات غادروا الفنادق. دياب في جولة تسويقية واضعا الخطوط الحمر. محاضر الضبط ما تفيد، ما عم تفيد، إذا ما فادت رح نرفع منسوب التعامل مع هذا الموضوع. ورقة الحكومة الاقتصادية رسائل إلى الخارج. ووهان عادت إلى الحياة وأدهم يعاين. في حركة سيارات المحلات تقريبا معظمها فتحت الأبواب. ترامب يدمر قائد روزفلت والبحارة يودعونه بالتصفيق.